حاسه بحلقه الليله رح تحرك مشاعر اقوى وابعد بكثير من مجرد الحماس والتشويق. بيني معنا 12 مشترك بفئات مختلفه وزقفه كثير كبيره مستقبل يارا فايا يونان وائل منصور. هابي وومنز داي. هابي وومنز داي يا جماعه. شكرا. مع مارلين توتونجيان من سوريا عن فئة اللايف ستايل بنبدأ تحدي الليلة بستايل أنثوي بامتياز. 37 مارلين 38 عفوا 38 شكرا مارلين. أنا بعرف حالي إنه هذا الفيديو مو أحلى فيديو أنا مقدمته، ماني متضايقة منه لأنه بعرف إن أنا ماني ماك، يعني كنت عم حاول أقنع حالي إنه هو مهضوم، بس غير هيك ما بيعني لي شيء، بس ما توقعت إنه لهالدرجة يكون سيء. يعني مارلين دائما بتكون بالمراتب الأولى، زعلت شوي يعني إنه ما كانت اليوم، يعني لهلا يمكن أنزل علامة، بس لأنه يمكن صرنا متوقعين منها كثير قصص. نور الدين من العراق 57 توقعت اكثر لاني سمعت كومنتس ايجابيه من عندهم والتطور مستمر من اول برايم لحد الان، بس المهم سمعت اراء ايجابيه وسلطت الضوء على شيء بالنسبه لي جدا مهم. على 75 68 يا سمر 68 انت ثالث مشتركه واكيد بطبيعه الحال بالمرتبه الاولى لهلا. شكرا لك سمر، جود لك. ما توقعت هالقد، فكرت ما رح توصل لهم الفكره، يعني مثل ما انا بدي اوصلها. ومبسوطه كثير لانه اخذت 68. معدل علامة راشد 61 مش بطال 61. اخذت 61 تقييد درجة اليوم، يعني انا سويت كل شيء، ما ادري يمكن خانتني الاضاءة لانه اكثر شيء كنت معتمد عليه الاضاءة، بس الحمد لله درجة حلوة تعتبر. خلينا نشوف العلامة يلي بتحصل عليها على 75 73 المركز الأول، ما كنت متوقع أبدا أجيب المركز الأول، انصدمت. يعني أنا واقف على المسرح قلبي عم بدق قلت يا رب فوق الخمسين يا رب فوق الخمسين، ما لقيت فيه 70، عم طلع هيك 70، لا مش معقول. خلينا نشوف العلامة يلي بتوضع لك إياها لجنة الحكم يا نور على 75 عن فئة السفر 60. ثانك يو. فرحانة حتى ولو كان ديت 60 لأنه في آخر المطاف كلنا باقيين هنا، في الأهم أنك تبقى في البرنامج وأهم أكثر أنه الرسالة تاعي وصلت، فأكيد كنت متوقع أكثر بصح فرحانة بها. على 75 محمود بيحصل 57. كلام ممكن إيجابي جدا على الفيديو لدرجة أن أنا توقعت طمحت بدرجة أكبر من كده، بس الحمد لله أنا دلوقتي في الدرجة الستة، العلامة بتاعتي 57، بعيد عن محطة الخطر أهم حاجة، ده اللي إحنا عايزينه. خلينا نشوف العلامة 69 جيران. ميرسي، شكرا. مبسوطة كثير، يعني الفيديو بيستحق، وعن جد الرسالة منه وصلت للجنة الحكم وأثرت فيهم، ما كنت بعازت حدا واعتمدت على حالي وهي جبت أعلى علامة من أول ما قدمت فيديوهات ولهلا. اهم سوشيال ميديا بلاتفورم هي بالنسبه لي الانستغرام. الانستغرام انا بحب الفيسبوك هلا كلهم، بس اكثر يمكن انستغرام وتويتر. التويتر بحسه كثير افكار علشان صور وكور 24 ساعه صور، فانت بتلخص كل حاجه من البلاتفورم دي، رحت عملت ايه مش عارف مين. كثير بحسه هيك في حياه الانستغرام، في يبين الفاشن تبعي عائلتي اللي هي بنتي، فيني بين الايفنتس يلي بقدمها، البراندز يلي بمثلها. انستغرام بحسه كثير فوتو بيست، كثير صور، كثير يعني بمحل بس هيك المظهر، بس الفيسبوك بحسه كل شيء، فيك تكتب وفيك تحط صور وفيديوز وكل شيء. فيسبوك ما كثير بتواصل معهم ولكن بشوف التعليقات. بحب
اتقصد شوف جي لو يعني الاكاونت تبعك. احلى اكاونت على السوشيال ميديا هو بتاعي، بحبه علشان فيه كل صوري، وانا من النوع اللي بحب اتفرج على نفسي قبل ما انام، وبقعد اعمل لنفسي لايكس واوقات بعمل كومنتس من اكاونتس غريبه، بعمل اكاونتس غريبه علشان اعمل الله وائل تجنن روعه لا يفوتك، فاهم؟ جي لو قد ايه هي انتو فاشن وايكون وكل شيء، بس قد ايه هي مهضومه وناتورال وبتفرجي اولادها كمان وبتعمل سبور وجسمها حلو، منا فيك مع انه هي ايكون، يعني كل الناس بينطروا جي لو. اذا ما بقاش في سوشيال ميديا معظم الناس عندها كهرباء دلوقتي في دماغها من ورا التواصل، فاجس الدنيا هتبقى رايقه اكتر والناس صعبه توصل ببعض، فبالتالي مش وتيره الانتاج مش هتبقى زي قبل كده. انا ما راح اعذب حالي وفكر شو الالترناتيف اذا وقف الانستغرام، لانه اكيد ما بيوقف الانستغرام الا اذا اخترعوا مليون شغله غيره، فاكيد بتاقلم مع الابلكيشن الثانيه وبصير ادكتد عليها يعني، فما في مشكله. أوجي ما بتذكر، ما بتذكر أول بوست على فيسبوك، ما بعرف. أنا وأربعة أصحابي في بيروت في داون تاون. بلكي هاي، ما بعرف، ما بتذكر. أكيد كنت عم بحكي مع الفانز، بس لا ما بتذكر شو. افضل سوشيال ميديا بلاتفورم هي اليوتيوب، لان انا بحس ان جمهور اليوتيوب ارقى شويه بالنسبه لي. هو اليوتيوب بلا شك عشان الفلوس. فيسبوك اكثر شيء بحب. الانستغرام بستعمله كثير لانه بحس العالم كثير بتستعمله وشيء بيوصل اسرع للعالم. لا من زمان او مش فاكر، بس حاجه كانت صوره كانت لها وانا صغير، يعني صوره كتب ومناكير واظافري يمكن هدول هيك. اول صوره لابني محمود. كانت صورة لفيديو عملته وأنا لابسة حاطة شال على شعري ومثلة دور الأم. صورة بيتزا في صحن. إذا صحيت وحصلت ما في سوشيال ميديا يبقى لي أدور على وظيفة. كارثة. ما بقدر كفي. أول حاجة أخش أغسل وش. عادي كفي حياتي عادي. إذا وعيت في نهار وما لقيت إنه في سوشيال ميديا عادي بقعد بقرا كتب. إذا قعدت ولقيت ماكو سوشيال ميديا أعتقد هذا شيء إيجابي، يعني اللي راح أقعد ويا أهلي أشوفهم أكثر. أتعرف عليهم أكثر. إذا زوجتي طلبت مني أوقف السوشيال ميديا أوقفها وأحذفها، يعني صح طلق. أعتقد صعبة شوية، بس خلينا نقول راح أوقف السوشيال ميديا لأنه إلى الآن ما في دخل كويس منها، فسهلة يعني لسه أنا في البداية أصلاً. هلأ هو السؤال صعب، بس طبعاً ما بقبل لأنه هاي حياتي وما له خص بحياتي. أعتقد أول شخص عملت له فولو من مجموعة المتسابقين هنا هو عبد الرحمن. أعتقد إبراهيم الكوري. راشد. الخيل والليل والبيداء تعرفني. والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وأنا مدرس لغة عربية، تسأليني سؤال زي ده. والرمح والقلم؟ لا ولا غلط صح. والسيف والنظر يرفقني. والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أكثر شخص بكرهه بالحياة؟ لا ما فيني سامي. أخوي زياد. لا أنا ما بكرهش حد بصراحة، والله ما بكرهش حد. أنا ما بكره حدا لأنه الكره فيه ذبذبات كره بتأثر على حالتي وبتخرب لي إياها. قعدت جهز للفيديو تبعي وانا متاكد من النتيجه ان شاء الله. اليوم مراكز كثيره تغيرت، العلامات الى الان جدا غير متوقعه صراحه. يعني مع زاهد فيلم بان من السعوديه رح نتعرف على نساء غيروا وجه التاريخ بالثقافه والعلوم. الله يستر. وائل، باي معيار شفت زاهد تقدم للافضل؟ انا شايف النهارده انه ما فيش تقدم صراحه، شايف شويه راجع لورا يعني كتير. حاسس انه كفايه اينشتاين في الموضوع، مش لازم كل فيديو نجيب سيرته، في ناس كتير جدا والى اخره، بس
الفيديو مش شايف له اي معنى. زاهد من الاشخاص اللي عم يتقدموا، يعني انا اول حلقه بتذكر لما شفت الفيديو انصدمت، لانه انا ما كتير بيعني لي الفيزياء، بس عن جد من وراء ومن وراء الفيديوز اللي كل اسبوع عم بيبسط الامور وعم بيسهلها اكثر، وعم صرت يعني عم بنتظر شو عم بيقدم لاكتسب معلومات يعني مفيده وحلوه. توقعت انه وقت جد جبت سيره اينشتاين قلت بركي حتحكي عن زوجته كل هالفيديو، بس حسيت بس مقدمه كمان مره، يعني انه ما كان له طعمه، يعني عرفت كيف؟ على 75 اذا تحصل على 45 يا زاهد، وبتحتل المرتبة. نشوف التابلو أمامنا مع 45 نقطة، زاهد بتكون بالمرتبة الثامنة. صراحة كانت صدمة، ما توقعتها دي الدرجة السيء، يعني كنت الثالث من الأخير، يعني أنا الحمد لله على الأقل برت منطقة الخطر، بس كانت نتيجة سيئة. ما عجب وائل، يعني من ناحية إنه ما شاف فيه أي شيء جديد، ومعلومات اللي فيه ما عجبته، وتكرار معلومة أينشتاين برضو ما عجبته. ناطرة دوري ومدمرة أكيد، الله يستر لأنه العلامات كثير تصدم. هيك يعني أنا كنت حابة إنه يكون بالمركز الأول، بس هلأ ما بتوقع إني حكون. إنتي قوي، ما إنتي نص المجتمع، حلو وذكي وجوهرتك عم تلمع لما. الفيديو ده It could go really viral. حلوة قوي الأغنية وحلوة قوي الليركس وكل حاجة. عجبني جدا انك ما طلعتيش في الفيديو، أهم حاجة توصلي الرسالة بتاعتك وإلى آخره. الجرافيكس بالصورة بطريقة الطرح كمان عن جد كأنك قاعد بقلبي. أنا حبيت، أنا برأيي كمان من أكثر الفيديوز المفضلين عندي. شكرا لك فايا. أنا ليلي بدي أعطيها علامة كاملة لرولا، لأنه من أحلى الفيديوهات اللي شفتهم. أول شيء الفكرة. الفكرة صراحة ما كنت متوقعتها، ماني متوقع انه رح تعمل هيك فكرة. الفكرة حلوة مؤثرة، صوتها والكلام واللحن كتير حلو، رائعة من كل الميلات. رح اعطيها علامة كاملة. تنشوف معدل العلامة لرولا قادري عن فئة الموسيقى على 75 72. ثانك يو. خليني أشوف ترتيبك بالمرتبة الأولى، بعتقد في تعادل، في حدا أخذ 72؟ عبد الرحمن خد 73. يا سلام عليك. الحمد لله، هيدا تعبت ونلت، هيدا اللي بقوله، بس الحمد لله كثير مبسوطة، كثير راضية ومبسوطة عن جد. مع سامر الناصري من العراق نتعرف على دور المرأة وتأثيرها بعالم التكنولوجيا. طبعاً كل جمعة صار عندي نفس الشيء، ارتباك ونوع من الحماس. هذا أكثر فيديو وثقت من عنده، أكثر من الفيديوهات السابقة، لأن تعبت عليه كثير. ما في شيء جديد يعني بالفيديو اللي عم بتقدمه، يعني معلومات مهمة، بس ما عم بحس انه في شيء اكثر بعد تعطينا اياه. بتصور بالغ اخر شيء بانه الامراه هي، شو قلت اخر شيء؟ انه هي اساس التكنولوجيا. لو شوي هون فيها مبالغه حسيت. للاسف ما فيش تحسن، واول جزء من الست البنت اللي قاعده على اللابتوب وجاي جوزها زفت ايه ومش عارف مين، لو هو بيقول لها كده في الفيديو، في ايه؟ لو اتشال من الفيديو هل كان هيأثر او هيزود على الفيديو حاجه؟ لا. وبعدين اتس فيري ديجريدنج اول الحته دي خالص. احنا في 2018، يعني ما بقيناش نتكلم انه الست انت ايه اللي بتعمليه دي، اعملي مخي لي حاجه. فيري ديجريدنج وتقليل من شأن المرأة. بس موجود بعده فيديوهات سامر، بحب دائما مضمونه، بس ايقاعها بحسه بطيء، يعني بحس انت بتحكي بطيء، بتحكي هيك انت ونعسان احيانا، بحس يعني انه منهم هيك، عرفت كيف؟ انه تيك بالعاده بيكونوا هيك. تكنولوجيا كمان ماده جيف. خلينا نشوف لكن معدل علامات لسامر على 75 عن فئه التكنولوجيا 30. نشوف ترتيبك سامر، انت بالمرتبه السابعه. ما كنت متوقع هذه النقاط، قلت اقل شيء 50، ما عجبهم الفيديو. أنا حالياً بالمرتبة الأخيرة،
والنقاط 30. ومع سارة يوسف من فلسطين منشوف وجهة نظر جديدة لأحوال المرأة. موترة لأنه في ناس توقعي ما ياخدوا علامات قوية بياخدوا، بس توقعي ما بياخدوا بياخدوا، فأنا هلأ كتير ضايعة مخوفة ومشوشة، بس إن شاء الله رح يحبوا الفيديو، أنا عندي هيك أمل إن شاء الله. بداية مع يارا، اقتنعتي بكلام سارة؟ يعني بالرغم من أني بحبها لسارة، بحب شخصيتها، بس ما في شيء جديد بالفيديو، يعني بحس أنه ممكن كان يتقدم افضل من هيك. المشكله انه عم يعني ما بعرف ما عم بتفاجئ بالفيديوز تبعك، يعني عم يكونوا كثير كوريكت هيك على القد، بس انا ما يعني ما في شيء، حتى المعلومات ما كثير فهمتهم، طريقه طرح الاحصائيات ما كثير فهمتها، يعني 50% مقطع وكل شيء قلتي متوقع. ايه اللي بيحصل لك؟ ما فيهاش حاجه بص يعني خلبي. لا انت كنتي من المرشحات الاقوياء، دلوقتي ما اعرفش حسك بتغرقي، القائك كان اوفر، انت فاهمه قصدي، اللي هو ولازم مش عارف مين ولازم وهدموا عليهم الدبابات، فاهمه؟ ما حسيتش انه في جديد، يعني فين البيرسونال انبوت بتاعك از ا فلوجر؟ خلينا نشوف على 75 معدل علامه ساره عن فئه الفلوج. واحدة وثلاثين يا ساره، بتكون بالمرتبه 10. صدمت من النتيجة وما فهمت كيف ما فهموا الرسالة للمرأة، بس عادي ماني زعلانة، كل واحد وآراءه، يعني ما فيني أجبر إنسان يحب الفيديو، كل واحد بفهمه حسب مفهومه حسب الرأي، وأنا بتقبل دايماً الرأي بكل أنواعه والنصائح بالعكس بتفيدني، فعن جد ماني زعلانة. أنا هلأ قبل الأخيرة مرتبتي درجتي 31، فأكيد من حالة الخطر. الفيديوهات كل اسبوع عم يصير احسن واحسن، المشتركين عم ياخذوا نصائح اكثر واكثر بعين الاعتبار، انه المراه بعالمنا بعد عندها كثير تمشي، فحلو انه نضوي عليهم كان بعيد المراه او غير عيد المراه، لانه السوشيال ميديا اليوم فيها تثقف وتوعي جيل باكمله. في فيديوهات ملفتين مثل ما قالت سمر، عبد الرحمن، رولا. سمر كان كل حاجه متكامله، يعني الكالرز والاديتنج والصوت والبيوتي شوتس والمحتوى، ما فيش حاجه غطت على الثانيه، برافو عليها. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن ساره يوسف وسامر الناصري. والله ارتباك، يعني مرتبكين حطينا بموقف محرج، يعني الصراحه أنا جاي أقول أنت لا تطلعين، خلينا أنا أطلع وهي بالعكس. أنا بتمنى سامر يحصل النتيجة العالية ويرجع هو ويكفي حلمه إن شاء الله. لا لا أنت ترجع. لا إن شاء الله أنت. أنا عن جد والله يعني عن جد بتمنى سامر هو اللي يكفي. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر، مبروك لسارة يوسف المرة الثانية، عم ينقذك الجمهور من منطقة الخطر. ماني راضية، كنت بدي سامر يبقى، من كل قلبي كنت بدي سامر يبقى. حسيت انظلم، هو اللي بيستاهلهم. والله أنا فرحت يعني لأن رجعت سارة، لأن سارة إذا تطلع من البرنامج الصور يخرب البرنامج، لأن هي روح الفريق. أشكر لجنة التحكيم وأشكر البرنامج كامل، لأن استفادينا من معلومات كثيرة، استفادينا من ناحية التصوير والمونتاج وشغلات كثيرة في هذا البرنامج استفادينا. أنا جدا جدا يعني مستاء لأن راح يطلع، وبس الحمد لله وصل مرحلة زينة وحقق وطلع فيديوهات حلوة، وصل معلومات مفيدة جدا للكل، وجد أتمنى من كل قلبي إنه نظل إحنا اثنيناتنا مستمرين بالبرنامج، بس بالنهاية هاي لعبة، وأتمنى له كل الحظ والموفقية إن شاء الله بحياته. Thank you.
طبعا احلى فرصه مرت بحياتي انه شاركت ببرنامج نجوم بلا حدود، تعرفت على اصدقاء كثير من جميع انحاء الوطن العربي، بالاضافه انه تعلمنا شغلات كثير من ضمنها المونتاج، تعلمنا نصور، تعلمنا الصبر، فارقنا اهلنا يعني لمده شهر تقريبا. الوداع شوي شيء مؤثر يعني، تعودت عليهم، اكلنا شربنا شغلنا كله سوية، اصعب شيء هي لحظه الوداع. كل شيء راح اشتاق، اشتاق اول شيء النور حبيبي ابو الغيره، ساعدني كثير طبعا، وخاصه بالفيديو الاخير تعب اكثر مني بالفيديو يعني من ناحيه المونتاج وكل شيء، وانطاني نصائح والحمد لله النصائح مالته خلتني اطلع. اشكر برنامج نجوم بلا حدود وقناه الان، واتمنى ان يستمرون المتسابقين، وان شاء الله هذه هي بدايه نجاحهم بالمستقبل.